Bonjour tout le monde, comment ça va? ازيكم ولاد ازيكم بنات عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله نعدي الأزمة اللي احنا بنمر بيها دي ان شاء الله سالمين آمنين بإذن الله تعالى. النهاردة هنستأنف مع بعض ان شاء الله ال او اللي متبقلنا، هنشتغل النهاردة ال او تقوى بعنوان parler de ses activités. طبعا عندنا هنا تغوى اوبجيكتيف، عندي parler du sport، بعد كده parler de ses activités، بعد كده هنتكلم عن parler de la routine journalière او la routine quotidienne. وكل اوبجيكتيف ان شاء الله هناخد منه الفوكابولير والجرامير اللي يخصه. الاول هنتكلم فيما يخص le sport. Le basketball, le football, le ski, le tennis, le karaté, le cyclisme, le patinage, le judo, le vélo, la boxe, la gymnastique, la natation, l'équitation, la course à pied, la marche, l'escalade. بنسأل كده، quel sport aimez-vous pratiquer؟ عشان نجاوب على السؤال ده هناخد من السؤال ونجاوب، هنقول j'aime pratiquer le basketball, le football, le handball, le ski, le volleyball, le tennis. لو لاحظنا ان انا استخدمت مرة verb pratiquer وبعد كده استخدمت verb jouer، وممكن استخدم verb faire، دول انا بستخدمهم مع السبور. بس زي ما احنا شايفين كده في السلايد ان انا بفضل ان انا استخدم verb jouer مع اي لعبة معها بال أو بالون أو فولون، دي كلها كور، وبستخدم فيرب فير مع بقية السبور. طيب نلاحظ كده إن فيرب جوي عندي بيبقى معاه جوي بس هنا لما قلت جوي قلت أو بادمنتون اللي هو التنس الريشة، هنا جوي أو فوتبول، وهنا جوي او باسكتبول، جوي او هوكي، جوي او تنس، او غولف، او رجبي. ليه هنا تحولت الا لأو؟ ايوه برافو علينا، لان كل ديت سبور ماسكولين، كل دي رياضات مذكره. نفس الكلام لو أنا استخدمت verb faire هقول je fais de la boxe, de la gym، هي مختصرة كلمة gymnastique، de la danse, de la voile, de l'équitation, de la natation, de l'athlétisme. هنا بقت de إلا أبوستروف علشان الفويل، وهنا de la علشان الناتاسيون والبوكس والجيم والدانس والفوال كلها فيمينا. طيب لو انا قلت سكي يبقى برافو دو سكي، يبقى دولا هتبقى دو. ليه؟ لان سكي سبور ماسكولين. عايزين ناخد بالنا من الفيرب اللي أنا بستخدمه، هنا بنرجع تاني بنعيد، verb faire ممكن يبقى يجي بعده منه du لو كان السبور masculin، de la لو كان السبور féminin، de l' لو كان السبور commence par voyelle، يبقى دي لو كان السبور pluriel. nom d'un sport ou d'une activité. verb faire بستخدمه مع السبور وكمان هنستخدمه مع الاكتيفيتي.
Example, faire de la natation. ده كده sport, la natation, السباحة. Faire de la danse. Danse هنا ما هيش sport, لكنها activity. لو أنا رجعت الverb jouer, بيتغير بردك معي. بيبقى أو لو كان اللي بعده مسكولان. على لو كان اللي بعده فيمينا. أل أبوستروف لو كان اللي بعده مبدوء بفايل. أو لو كان اللي بعده لوريال. ناخد بالنا هنا جوي أو تينيس. أو تينيس استخدمت أولي لأن تينيس مسكولان. جوي أو كارت. كارت هنا اللي هي الكوتشينة. هنا استخدمت أو لي لأن كارت بلوريال. أتنسيون جوي ممكن تاخد دو ودولا ودو إل أبوستروف ودي. بس مع إيه؟ برافو علينا. مع الانسترومون دو لا ميزيك. مع الآلات الموسيقية. لما نقول جوي دو لا جيتار أو جوي دو دو فيولون. هنا أنا مراجعة تاني بعض الفوكابلور بتاع السبور. لو فوتبول، لو تينيس، لو هاندبول، لا ناتاسيون، لا بوكس، لسكريم، لكيتاسيون، لو بينجي بونج، لو فولي بول. نراجع تاني اللي احنا قلناه. بنستخدم فيرب فير وده الكونجيجيزون بتاعه جو في تو في il ou elle ou on fait nous faisons vous faites ils font elles font. بياخد دايما du لو كان ورا masculin de la لو كان ورا féminin de el apostrophe لو كان ورا voyelle de لو كان ورا pluriel. Verbe jouer بيطبع دايما بو لو كان اللي ورا masculin على لو كان اللي ورا féminin A إلا أبوستروف لو كان مبدوء بفويل أو لو كان وراء بلوريال. طيب بنستخدمه مع دايما السبور avec un ballon اللي هي الكرة الكبيرة une balle الكرة الصغيرة une boule اللي هي الكرة المعدنية أو الحديد un velon اللي هي كرة تنس. يا ترى ممكن نستخدم فيربات تانية مع السبور؟ آه طبعاً ممكن استخدم فيرب إيمي أو بريفيري أو أدوري أو ديتستي أو براتيكي. بس ناخد بالنا إن دول ما بياخدوش غير لو لو كان اللي وراء ماسكولان لا لو كان اللي بعديها فيمينا الأبوستروف لو كان مبدوء بفويل لي لو كان بلوريال. هنا بعض الفوكابولير بتاع الانسترومون موزيكال. طبعا بنستخدم معها فيرب مين؟ فيرب جوي. جوي بيبقى جوي دو او دولا او حتى دي. دو بيانو دو لا جيتار دي سامبال دو لا فلوت دو لا باتوري de la trompette, des castagnettes, du violon. لو لاحظنا ان انا استخدمت مره فيرب pratiquer وبعد كده استخدمت فيرب jouer. طب وممكن استخدم فيرب faire. دول انا بستخدمهم مع السبور. بس زي ما احنا شايفين كده في السلايد ان انا بفضل ان انا استخدم فيرب جوي مع اي لعبه معها بال او بالون او فولون. دي كلها كور. وبستخدم فيرب فير مع بقيه السبور. طيب نلاحظ كده ان فيرب جوي عندي بيبقى معاه جوي بس هنا لما قلت جوي قلت أو بادمنتون لو التنس الريشة. هنا جوي أو فوتبول. وهنا جوي أو باسكتبول. جوي أو هوكي.
jouer au tennis, au golf, au rugby. ليه هنا تحولت الـ آ لأو؟ أيوة، برافو علينا، لأن كل ديت سبور ماسكولين، كل دي رياضات مذكرة. نفس الكلام، لو أنا استخدمت verb faire، هقول je fais de la boxe, de la gym، هي مختصرة كلمة gymnastique، de la danse, de la voile، de l'équitation, de la natation, de l'athlétisme. هنا بقت دو إلا أبوستروف علشان الفويل، وهنا دو لا علشان الناتاسيون والبوكس والجيم والدانس والفويل، كلها فيمينا. طيب لو أنا قلت سكي يبقى برافو، دو سكي، يبقى دو لا هتبقى دو. ليه؟ لأن سكي سبور ماسكولين. Quel équipement doit-on avoir pour pratiquer ce sport? عايزين هنا الإكيبمون اللي هي الأداة اللي بتساعدنا في لعبة رياضة معينة، أو الحاجة اللي احنا بنستخدمها. لو قلنا لو تينيس يناسبها إيه؟ تمام، une balle، كرة التنس الصغيرة. طب لو فوتبول، تمام، دي ان بالون. طيب لو كاراتيه، رافو، اف، ان كيمونو، لو الزي بتاعهم. لا ناتاسيون، السباحه، تحتاج ايه؟ رافو، ان مايو دو بان، هو زي السباحه. لو سيكليزم، ركوب العجل. Excellent, un vélo. Le badminton, tennis riche. Dis le fadla ba. Un volant, le yelkura. Et bien, il complète avec le, la et l'apostrophe. Au, à la, du, de la, de et l'apostrophe. Léo fait de la natation. Très bien. Il joue au volleyball. Zoé fait du tennis. Alice fait de la boxe. Il aime faire de la lutte. De la lutte. Elle préfère de l'équitation, de L apostrophe. On fait de l'équitation. Oh, pardon. Elle préfère, hena? Verbe préféré, zay aimé. Hena préféré, yibqa l'équitation, L apostrophe. Je pratique, verbe pratiquer. ياخد article le rugby. Excellent. هنا où on pratique ces sports? La natation, le yoga, le football, le tennis, le ski, le patinage, le cyclisme. عايزين نحدد المكان اللي ممكن نمارس فيه السبور اللي قدامنا دي. يلا فكروا معي. ناتاسيون فين؟ تمام. لو بدأنا بالناتاسيون يبقى على بيسين. طب لو قلنا لو فوتبول بنمارسه فين؟ سور لو تيران، أرض الملعب. لو يوغا بنمارسه في الجيمناز، أو جيمناز. لو سكي
على مونتاني جبال، وممكن نقول على باتينوار كمان. لو تينيس ملعب التنس، سور لو كور. لو فيلو ممكن نلعب بالعجل فين؟ على كامباني. Choisis la bonne réponse. هنسيبكم بقى تفكروا في دي وبعدين نبقى نشوف الإجابات